الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. يسود طقس غالبا صافي هذا اليوم في العاصمة عمان مع 29 درجة مئوية الملموسة 28 والرطوبة عالية حوالي 90%، والرياح تكون غربية معتدلة السرعة. بالنسبة للتوقعات الجوية للمنطقة الشمالية، إربد تفرق لبعض الغيوم 29 إلى 17، المفرق 31 إلى 19، جرش 29 إلى 18، وعجلون 27 إلى 16. المنطقة الوسطى البلقاء 30 إلى 19، مأدبة 29 إلى 17، العاصمة عمان 29 إلى 19، البحر الميت 35 إلى 23، والزرقاء 32 إلى 19. المنطقة الجنوبية الكرك طقس صافي 27 إلى 16، طفيلة 27 إلى 17، الشوبك 26 إلى 18، معان 34 إلى 20، والعقبة 37 إلى 26. المنطقة الشرقية الأزرق 36 إلى 21، الصفاوي 37 إلى 18، ورويشد عفوا طقس صافي 37 إلى 21. تابعونا في النشرات القادمة وإلى اللقاء.